بيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة وطن. يا رب دايما تكونوا بخير وبكل صحة وسلامة. النهاردة نبتدي حلقتنا سريعا، هنستكمل النهاردة الملف بتاع جزء الحلقة اللي فاتت. بس قبل ما نبتدي على طول في حلقتنا، حابة أقدم الشكر والتقدير لسيدة المطر الحاجة نعمات عبد الحميد اللي بتبلغ من العمر 63 عام، بائعة الترمس. ست مكافحة ومجتهدة وشقيانة وتعبانة، من الأمهات الأصيلة اللي بتكافح علشان أولادها، وربنا رزقها في نهاية كفاحها. وإحنا قلنا قبل كده وتذكرنا، نتذكر مع بعض اللي إحنا في الحلقات اللي فاتت تكلمنا عن أهمية السوشيال ميديا، دور مهم جدا وعامل قوي جدا. من خلال صورة ممكن توصل صوتك وتنجح، وممكن من خلال صورة تسقط وصورتك تروح وسط الناس. وده طبعا هنتكلم برضو ازاي صورتك تسقط وسط الناس اللي هنقوله النهاردة. نرجع تاني سيرة المطر، احنا نشكرها جدا 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 على كفاحها، وعايزين نشكر كمان وزارة التضامن على دعمها ليها، وياسمين صبري وقفتها جنبها برضو. احنا بقى عايزين مش نستنى صورة تقلب الدنيا، احنا عايزين دايما اي حد غلبان ومواطن بسيط نقف جنبه. وانت بتشتري مثلا من بائع، عارف ان ده رزقه، يعني هو كل يوم على باب الله، اللي بياخده هو اللي بيفتح ايه بيته. فانت ما تحاولش تفاصل معاه، حاول انت ايه يعني تجازيه وتزوده وتقول له كلمه حلوه تدعمه. والنهارده احنا اصلا هنتكلم عن الدعم النفسي. الدعم مهم جدا جدا في حياتنا، الطاقه والقوه والباور والكلمه الحسنه، وتصرف كمان. يعني مش لازم يكون الدعم بالكلام، ممكن يكون الدعم بشيء مادي. فده اللي احنا محتاجينه، محتاجينه في حياتنا جدا. في نفس السوشيال ميديا ودقتها، احد الفنانين مش عايزين نذكر اسماء، من خلال صوره برضو يسقط تاريخه ويسقط فنه ويتوقف عن مهنته لفتره او لمدى الحياه حسب اللي هيحصل وهيتم، لمجرد صوره. احنا بنحترم هنا برضو وبنشكر النقابات المهنيه التمثيليه ونقابه الصحفيين على وقفتهم ودورهم، ان احنا لسه ما زلنا مع القضيه الفلسطينيه، وما نسمحش ان احنا نستفزاز الشعب العربي ابدا، كلنا مع بعض كشعب وامه عربيه واحده. خلونا بقى نبتدي حلقتنا سريعا. والنهارده زي ما قلت لكم هنستكمل ملف الادمان. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن تعريف الادمان، اتكلمنا عن اسباب الادمان، اتكلمنا عن المراحل اللي بيمر بيها المدمن. النهارده بقى هنتكلم عن علاج الادمان والدعم النفسي بشكل عام. ومعايا النهارده ضيفتي اللي كانت منوراني الحلقه اللي فاتت، دكتوره سالي جمعه الاخصائيه النفسيه والمتدربه الف على مستشفى العزازي بالشرقية. اهلا بيك يا دكتور. صباح الفل عليكي، احلى صباح. ومعانا كمان من الفريق العمل المتكامل بيتضم معانا الدكتوره الجميله نوره عبد اللطيف الاخصائيه النفسيه. اهلا بيك يا نوره. اهلا بحضرتك، منوره حضرتك وطن. طيب احنا نبتدي بقى مع طول مع دكتوره سالي، وحابه اسالك كده. اول حاجه احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن الاسباب والتعريف والمراحل، عايزين بقى النهارده نتكلم عن نقطه علاج الادمان. تمام، بس انا مش هتكلم عن العلاج بشكل دقيق، احنا هنتكلم عن دور كل مختص هنا، هيبقى دوره ايه وامتى وفين. احنا عندنا مريض الادمان لما بيجي يتعالج او بيخش المصحه، بيبقى الاساسي عندنا انه لازم ما يكونش جاي قهري بارادته. وطبعا المرحله دي المدمن مش بيوصلها الا اذا كان وصل مرحله القاع اساسا، فخلاص هو بيطلب المساعده فبيجي عشان يتعالج. هنا هو عندنا المرحله الاولى من مرحله العلاج بتبقى مرحله الديتوكس، في الغالب بتبقى من 3 ايام ل 4 ل 7 ايام، بس ممكن تزيد شويه مع حسب نوع الماده المخدره يعني، والخمور كمان بتهيألي بتاخد وقت اطول. بعد كده مرحله الديتوكس كمان بيكون بيمر المريض هنا باعراض انسحابيه شديده، زي صداع، زي الم في الظهر، عنده مغص. الحاجات دي بيحتاج فيها تدخل علاجي او دوائي، فلازم يبقى في طبيب متخصص بيكتب له العلاج المناسب، بيعمل له برنامج تغذيه معين عشان يقدر يتخطى المرحله دي. بيجي كده بعد كده مرحله التاهيل. مرحله التاهيل بتبقى مهمه بالنسبه لنا، بنشتغل فيها شغل جامد. هي بتبقى من بتستمر لغايه 60 يوم تقريبا. الستين يوم دول احنا بنعمل له فيها تعديل السلوكيات، لان هو بيبقى شخص اعتمادي ما بيعملش حاجه بذاته، بيبقى عنده تقلبات مزاجيه، مندفع،
بيكذب كتير، حاجات كتير. فاحنا لازم نغير السلوكيات دي الفترة الأولانية من التأهيل، لازم نعمل تغيير، بنفرض عليه حاجات معينة كده، وهو في الواقع ما دام عايز يتغير أكيد هيتقبل التغيير هنا ويقبل بالحاجات دي. وبعد كده بنعمل له زي تعديل أفكار، أو نساعده إن هو يمحي الأفكار السلبية اللي كانت عنده من قبل كده، وبنخليه كمان ما يصدرش أحكام دايما على نظرة الأسرة، على نظرة المجتمع، دايما ما يسقطش مشاكله على اللي حواليه، لأنه دايما كان بيسقط مشكلته أو مشكلة إدمانه على أهله، على أصدقائه، على المجتمع اللي هو عايش فيه، على ظروفه اللي بيمر بيها. كمان في مرحلة التأهيل بنستخدم السي بي تي والدي بي تي، العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجدل السلوكي. الحاجات دي بتساعده كتير جدا في تغيير نمط الشخصية من السلبيات اللي كان فيها المرحلة الإيجابية اللي كانت قبل كده. بيجي كمان دور مهم جدا بعد ما بيطلع من المصحة، وهو الدور الأهم، دور الأسرة. كنت لسه لازم هسألك يبقى فيه عليه. دعم نفسي كبير من الأسرة، لازم يبقى فيه مساندة، لازم يغيروا فكرة إنه ده شخص مجرم، هو مدمن، هو مريض. لازم احتوي ابني، لازم اعرف ان هو مريض مش مجرم، وممكن اصلا يرجع تاني. معرض للانتكاسه. وانت عارفه في الادمان احنا بنستمر معاه لفترات طويله جدا، ممكن توصل سنتين. ادعم فيه واشجع فيه واقف جنبه وسنده. لا، الحاجات دي دورها مهم جدا 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 بعد ما بيطلع من المصحه. كمان المجتمع برضو ليه دور هنا، انه لازم يدعمه بقى، يعني يبدأ يغير ما يتقبله يشوف. انه مريض. لازم ما يشوف تغيير للشخص ده، لازم يتقبل بقى فكرة ان هو كان مريض وتعالج. لازم اغير فكرتي عنه، لازم اشجعه، لا ده انت كده افضل، لا الحياة كده افضل بالنسبة لك، لا ده انت كنت الاول حاجة تانية وحاجة كنت صعبة، ده انت ربنا بيحبك، انت ربنا واقف جنبك، لا انا معاك، انا فعلا مبسوط بيك، انا فخور بيك، لا كمل استمر. الحاجات دي بتبقى مهمة جدا، وهنا دور الدعم النفسي مهم 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 جدا، واحنا هنتطرق للدعم النفسي بشكل عام دلوقتي. دكتور نور، أنا ايه بقى هو الدعم النفسي؟ الدعم النفسي معناه اللي هو انا بساعد حد وقت ازمه او وقت مشكله، مش معناه بس ان انا بساعده وقت الازمه او المشكله او تعرض لموقف معين او حاجه معينه، لا انا بساعده، انا بقف جنبه، انا مثلا بهيئ له الموضوع او بقول له او بقف جنبه، بدعمه بالكلام، بدعمه باساليب معينه. طبعا الدعم النفسي مش بس موجود في وقت الازمات او المشاكل، لا الدعم النفسي موجود في حياتنا، موجود في كل حاجه بنعملها، موجود لما انا بتكلم وحضرتك بتسمعيني، ده كده دعم بالنسبه بالي، موجود في البيت مع الاهل لما الابن يعمل حاجه كويسه والاب او الام يقول له شاطر او برافو او دي حاجه كويسه. الدعم النفسي موجود في العمل، موجود بين المدير والموظفين، موجود في كل حاجه في حياتنا. فلازم نحافظ على كده، لان الدعم النفسي ده بيساعد ان الواحد يتخطى المشكله او الازمه اللي هو حصل اللي حصلت له يعني. والدعم ده لما يكون بدري او في وقت مبكر وقت الازمه، ده بيساعد يبقى الناس ان افضل هي بكتير. تتخطى او تتخطى المشكله او الازمه بسهول. طبعا الدعم النفسي مش موجود بس في حياتنا وموجود في المواقف او في الازمات، لا الدعم النفسي موجود برضو في القرآن الكريم. لما طلب موسى عليه السلام، سيدنا موسى واخاه هارون، لما طلب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ده سيدنا موسى بيطلب الدعم من الله، انه اخوه يكون معاه او يساعده او يقف جنبه او يكون في معاه في حياته يعني، او هو بيكمل الرساله. ربنا رد عليه في باقي الايات او في اواخر الايات، قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. ده بس ده بيمثل لنا ان الدعم ده حاجه مهمه، الدعم موجود في حياتنا، موجود في كل حاجه، موجود ان انا بطلبه من حد اقوى او من حد يقدر يساعدني، زي ما احنا شفنا طبعا في المثال ان سيدنا موسى طلب من العون من الله وربنا استجاب لدعائه. الدعم النفسي برضو مهم، عشان يكون في دعم نفسي اعرف انا هطلب الدعم ده من مين، او انا بتوجه لمين بالظبط عشان يدعمني او يساندني، او مين اللي هو هيقدر يحل الازمه دي او يوجهني لل او يوجهني للحل الصحيح يعني. طبعا وده دور طبعا الدعم النفسي المتخصص او الدعم النفسي الغير متخصص. انا كنت بقى عايز اسالك، ايه الفرق ما بين الدعم المتخصص والغير المتخصص؟ تمام. الدعم النفسي المتخصص ده اللي هو حد درس، زي الطبيب النفسي، زي المعالج النفسي. طبعا الطبيب النفسي بيقوم بالعلاج او بيقوم بتشخيص الحاله وبيعرف الحاله دي عايزه ايه بالظبط، وطبعا بيتكلم عن طريق الادويه او بيكتب الروشته للمريض
وده طبعا بيساعد المريض ان هو يتخطى المرحله اللي هو فيها. في الغالب الدكتور او الطبيب النفسي بيستعين بالمعالج النفسي، ينظم له السلوكيات او ينظم له الامور اللي ماشيه مع المريض او الحاجات اللي مثلا اللي حصلت له عايز يتخطاها او الازمات المشكله يعني. ده طبعا بفنيات العلاج النفسي اللي هو زي ما سالي قالت بيرجع دايما للاسباب، بيرجع البداية للاسباب، المشكله الاساسيه عنده من البدايه. تمام. بعد كده الدعم النفسي ده هو المعالج النفسي بقى هيقوم بالوظيفة اللي هو ترتيب الأولويات، أو احنا بنشوف بنحدد الأولوياتنا ايه، بينظم له سلوكه. طبعا ده في وقت الأزمة لما تكون الأزمة مش كبيرة قوي، عشان مهم برضو أعرف أنا هلجأ للطبيب النفسي ولا المعالج النفسي إمتى. ده دور مهم، أو إمتى أن أنا بروح للمعالج أو إمتى أن أنا بروح للطبيب النفسي. طبعا لما بروح للطبيب النفسي المشكلة بتكون مثلا أخدت وقت كبير، أو المشكلة بقالها فترة. يعني أنا مثلا بقالي فترة بعيدة عن الشغل أو عن العمل، مثلا بغيب فترة عن أهلي أو بعيد عن أهلي، ما بتكلمش معاهم، حياتي مش بقت ماشية بشكل طبيعي. يعني هنا بقى في مشكلة أو في أزمة كبيرة، فأنا كده محتاج إن أنا أزور طبيب نفسي أو طبيب متخصص، طبيب نفسي متخصص يعني يفهم المشكلة. وده طبعا بيستخدم العلاج الدوائي هنا. العلاج الدوائي طبعا المتخصص او المعالج النفسي بيساعد زي ما قلنا، بيحدد لو انا هروح للمعالج نفسي لما بيكون مثلا عندي ازمه، يعني شويه وشويه، شويه انا كويس وشويه لا ده انا كستلت او قعدت في البيت او ما بنزلش الشغل. في ناس بتخاف من الموضوع ان هو يروح لطبيب نفسي لو حتى لا أزمة. هو الفرق كان الاول الموضوع لو امتى هلجأ لطبيب؟ لو تأثير المشكلة عندي مؤثر على شغلي، مؤثر على دراستي، مؤثر على بيتي، مؤثر على المجتمع اللي أنا عايش فيه، وعلى نفسيتي وشخصي ونومي وشهيتي بشكل واضح، يعني الأعراض هنا بتبقى حادة أعراض طويلة كبيرة. يعني أنا بلجأ لطبيب عشان يكتب لي علاج دوائي. تمام. غير كده لو الدرجة خفة الأعراض أو حدة الأعراض هنا خفيفة، فانا بروح لمعالج يساعدني بس اتخطى الحاجه دي واتعامل في حياتي بشكل طبيعي. ده هنا كان الاول الناس بتعتبر ان الموضوع ده وصمه عار، وان ازاي انا اروح لطبيب او متخصص او مريض نفسي لو رحت في الغالب، بس يعني ده طبعا غلط. يعني لا، كلنا زي ما احنا قلنا في حياتنا في القران كل حاجه والسنه وكل حاجه بتتكلم عن الدعم النفسي. لو الدعم النفسي مش موجود في حياتنا اصلا مش هنعرف نكمل. وبالتالي برضو انا لازم افهم كل مرحله محتاجة ايه بالظبط عشان اعرف انا بقدم دعم نفسي ازاي، انا كمتخصص او انا كأم في البيت او اب او مدير عمل. لازم اعرف في كل مرحلة عشان افهم انا هتعامل معاها ازاي. مين بيقدم الدعم؟ بالتالي بقى مين بيقدم الدعم او مين اللي بيقدم الدعم ده محتاج يفهم كل مرحلة. المراحل دي طبعا بتتقسم لمرحلة الطفولة. مرحلة الطفولة دي طبعا لازم اكون متفهم ان مثلا في فترة فطام. فترة الفطام دي الابن بيكون مرتبط بالام طبعا، وده بيبقى صعب عليه. طبعا لازم انا عشان امهد يعني اعمل موضوع الفطام ده لازم امهد الموضوع، ولازم طبعا ابدا اكل الطفل ده او ابدا امشي معاه واحده واحده كده لحد ما يتعود. طبعا بعوضه بالدفء او بالعاطفه او بالحنيه، عشان طبعا الموضوع صعب عليه مش مره واحده كده، لا صعب يعني. لازم يبقى بشكل تدريجي، وكمان لازم احاول ادخل اكل معين قبلها بفترة عشان يبدأ موضوع تعلقه بصدر أمه يبدأ يختفي حاجة حاجة، يعني ما تبقاش حاجة مرة واحدة لأن هو كان بيمثل له كل حاجة في الوقت ده. كمان بيجي بعد كده اللي هي مرحلة الطفولة، الحضانة والمدرسة. ده بيبقى محتاج دعم نفسي كبير جدا لأنه بيواجه عالم تاني، مجتمع تاني، بيئة تانية، فبتبدأ دور الأم هنا يظهر بالتدريج برضو، إن أنت هتطلع تروح الحضانة، هتقابل صحاب جداد، أنت هتكون علاقات جديدة. هنا أنا بعمل دعم للطفل بحيث إنه ينتقل لمرحلة تانية، فهماني؟ وبدعمه نفسيا، وده برضو بيتم بشكل تدريجي. في مرحلة المراهقة بتبقى مرحلة خطر جدا جدا جدا، مهم برضو تغيير إضافة على كلامك يا سالي. مهم برضو في مرحلة المدرسة دي، طبعا احنا اتكلمنا ان هو هيبدأ الطفل يروح مكان جديد عليه، لازم انا مهد له الموضوع ده واحدة واحدة كده، مش مرة واحدة انا برضو وديته مكان هو ما يعرفش فيه حد، وهتروح واسيبه ويعيط والحوارات اللي احنا بنشوفها دي. بندخل بقى بعد المرحلة دي مرحلة تانية، ان الطفل بيبدأ ياخد اختبارات او ياخد حاجات في المدرسة. فانا لما بعمل اختبار او المدرس لما بيعمل
بعمل اختبار للطفل ده في المدرسة، أنا بعمل اختبار عشان أقيم مستوى الطفل في فهمه للمادة، مش مستوى، مش الطفل نفسه. هو لو راح المدرسة ولا تحفيز مثلا، لا أنت هتروح المدرسة تاخد هدايا، تاخد بونبوني، تاخد شوكولاتة، هيحب المدرسة قوي. لازم اللي في البيت يكونوا متفاهمين ده طبعا، واللي هو واحدة واحدة عليه، هو يعني لسه عالم جديد، يعني هو مش هيقدر مرة واحدة كده ياخد كل حاجة. بعد كده مرحلة المراهقة طبعا مرحلة احنا هنكمل بقى لمن يقدم الدعم النفسي، كملي بقية المراحل. مرحلة المراهقة مرحلة بيبقى فيها تغير فسيولوجي ظاهر واضح بالنسبة للطفل، بينتقل من مرحلة لمرحلة تانية وهو بيلاحظ ده في شكله في صوته. البنات دايما بيلاحظوا تغيير في شكل الجسم، فده بيأثر على نفسيتهم جدا. فاحنا لازم نحاول من البداية ان انا احتويه، لازم افهمه، اديله نبذات انه لا المرحله دي غير المرحله دي، وان الشكل دوت احنا كلنا بنمر بحاجات زي كده، فالتغير ده شكله كويس على فكره، ده حاجه كويسه، انا سعيده جدا بيك. لو عندي بنت الام دايما تحفزها، لانه البنت هتبقى اكتر حساسيه من الولد. يعني لو بنت مثلا تقول تخنت شفت ما حدش ولا تخينه تطلع متعقده بيتاثروا جدا بالموضوع ده. فلازم احتويها، لا ده انت بقيتي عسوله قوي، ده انت بقيتي عروسه، ده الانسه بنتك الحلوه دي كبرت بقى وبقت انسه وبقت جميله، وبكره تكبر وتبقى عروسه. حاجات محفزه، ده كله دعم نفسي، ولازم احتويه اصاحبه. بيقول لك في المرحله دي ان كبر ابنك خوي، وهنا بنت او ولد انت لازم تخويه، وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه، لان انت عارفه السوشيال ميديا انتشر بشكل كبير، في سلبيات كتير في المجتمع في الفتره دي، فاحنا لازم نراعي حاجه زي كده. في مرحله مهمه كمان، مرحله الشيخوخه. عندي جدتي او جدي، طبعا لما بيطلعوا على المعاش انت متعوده على روتين يومي كل يوم او نظام معين كل يوم بتعمليه. هما اصلا في السن ده بيبقوا غير طبيعتهم، بيتحولوا بيبقوا عصبيين جدا، لانه مش متعودين على تغير تقاعد عن العمل او بيطلع على المعاش، مش متعود على ان هو بيصحى من النوم ومش يدور، مفيش حاجه انا بعملها. فلازم اهتم هنا، الابناء بقى عليهم دورهم، والاحفاد الاهتمام بالناس الكبيره في السن لازم اهتم بيهم كتير جدا، لازم اتواصل معاهم بشكل مستمر، لازم يبقى في يعني رعايه كامله في التغذيه، في الرياضه، انه لازم يلعب رياضه، لازم اتواصل معاه ما احسسوش انه وحيد، لانه عنده احساس بالوحده وعنده التفكير دايما في الموت، انه دايما قريب من الموت. الموضوع ده ممكن ياثر بشكل كبير، وخصوصا لو عنده فقد للشريك، يعني لو الجد عايش مع انك بلاب بره الحياه تيجي بعد سن 60 بالنسبه لهم. الوضع مختلف، والرياضه والصحه والنشاط والحيويه بيبقى موجود عنده بشكل كبير. عندنا مفاهيم كتير لازم تتغير، لازم 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 في حاجات كتير تتغير، والدعم النفسي هنا بيلعب دور في الحياه كلها. وكمان في ناس محتاجه الدعم النفسي بشكل كبير جدا، الناس المضطربه نفسيا، امراض اللي عندهم مرض الكانسر، الايدز، الامراض المستعصيه قوي دي، نفسيا محتاجين دعم بشكل كبير جدا. فيا ريت في الفتره دي، هي هتتكلم نور بشكل واضح دلوقتي عن كورونا وتاثيره السلبي عليهم. ارجع لك بقى يا دكتور نوره، لو اكيد سالتك، لان طبعا احنا بنمر دلوقتي بالمرحله الثانيه كمان للكورونا، ربي يحفظ كل ابنائنا وكل عائلتنا ويحفظنا احنا كمان. لو حبينا نتكلم عن دور بقى الدعم النفسي في الحد من انتشار فيروس كورونا. تمام. طبعا الفترة الأخيرة كلنا بنفتح التلفزيون من الصبح نسمع طول النهار أخبار أو السوشيال ميديا أو كل الحاجات اللي موجودة دلوقتي كلها بتتكلم عن فيروس كورونا أو كوفيد 19. الوضع طبعا صعب، ان انا طول النهار انا بسمع اخبار سلبيه واخبار يعني حالات وفاه وحالات بتزيد، وطبعا الودان بتسمع اللي هي عايزه تسمع. طب ما في ناس يعني بتشفى، في حالات بتشفى او في ناس بتعالج، وفي ناس بتظهر بعد، في حالات مشهوره بتظهر تقول ده انا خفيت وانا بقيت كويس. طب ليه احنا عاملين ضغط زياده على اللزوم؟ لا وفوبيا، ممكن يكون واحد عنده شويه برد ويقول لك انا عندي خلاص الموضوع ده. الناس اصلا يعني ممكن تحس بالاعراض وتحس ان دي وصمه عار، لا انا مش هقول، انا هخبي الموضوع، انا ما عنديش حاجه، ده مرض يعني فيروس يعني حاجه من عند ربنا، احنا المفروض نكون راضين بقضاء الله طبعا، وكل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الموضوع يعني محتاج نهدى شويه. الموضوع دلوقتي الدعم النفسي، وده يمكن ظهر الدعم النفسي في الوقت الحاضر. الدعم النفسي الاول كان الخط الساخن شغال في اوقات محدده، خط الساخن الامان العام دلوقتي بقى 24 ساعه، مجرد ما تتصل او اي حد يتصل بتلاقي الناس بتتكلم، دكاتره او متخصصين بيكلموك بيفهموك تعمل ايه لو انت عندك مشكله، لو انت عازمه عندك
عندك ازمه معينه هم بيفهموك او ايه بيحددوا لك المشكله، بيهدوا منك شويه يعني، او لو انت محتاج علاج بيكلموك او بيطمنوك، فدي طبعا حاجه كويسه. الدعم النفسي ده موجود في كل حاجه. طب بالنسبه لفيروس كورونا، انا بعمل كل الاجراءات اللي عليا. انا دلوقتي كلنا بنمشي بالماسك وبنمشي بالكحول. انت دلوقتي ما في المستشفى طبعا متعرضين اكتر خطوره، ومع ذلك مش خايفين وعندكم قوه وصبر. سبحان الله. ده دور ده طبعا دور كل واحد. ولو لولا وجود الجيش الابيض دلوقتي طبعاً كان الف تحيه للجيش الابيض طبعا كان هيكون في ازمه كبيره. طب الحالات دي، طب حتى كمان الدعم النفسي اللي موجود في مستشفيات العزل، من غيره طبعا لا. العلاج مش كل حاجه، غير على عكس ما الدعم النفسي هو اصلا كل حاجه. لما النفسيه تكون كويسه اكيد العلاج بيجيب نتيجه او بيخلي المريض يعني ايه حالته كويسه او احسن. المطلوب مننا بقى في الوقت دوت في ظروف كورونا، احنا برضو الحاجات دي بتهيألي الناس كلها عرفتها، بس احنا دايما لازم نحرص ان احنا نقدمها. لازم نبعد عن اي شيء سلبي ممكن يسبب لنا قلق او توتر. طبعا الاخبار اللي بنسمعها، الاخبار السلبيه، الصور السلبيه بس. الحاجات اللي ممكن تسبب لي مشكله نفسيه دي انا ابعد عنها تماما. اخد اجراءات الاحترازيه زي ما قلنا، الماسك والكحول دايما معايا. ابعد عن دايما على التجمعات، ممارسه الرياضه طبعا، الغذاء الصحي الكويس، ولازم كمان يبقى في تواصل اسري مع بعض بعيد عن السوشيال ميديا، لان كل واحد دلوقتي قاعد على تليفون في البيت. لا، لازم يبقى في تواصل في الاسره بين الاب والام والاطفال، ده بيزيد من الدعم وبيخف من حده القلق والتوتر. انا بشكرك جدا يا دكتور سالي. دكتور سالي كانت معانا النهارده، دكتور سالي جمعه ودكتور نورة عبد اللطيف، نورتوني. احنا اهم في النهايه بس حابه اقول لكم ان كل حاجه بتتم زي ما ربنا عايز. انتم متقلقوش خلاص موضوع كورونا ده، اهم حاجه الصبح معلقه عسل، وده مفيده جدا، وصفات العظيمه بتاع اهالينا. والاعشاب الطبيعيه في البيت يعني دي مش محتاجه يعني دكتور، اعشاب طبيعيه، اليانسون والليمون، وممكن تعمل خلطه بسيطه جدا يانسون على ليمون على كل الاعشاب الموجوده، ودي صحيه جدا، وبجد هتلاقي نفسك زي الفل. انا عن نفسي بستخدم الحاجات دي وانا كويسه وزي الفل. ربنا يحفظنا جميعا جدا، وبشكركم. النهارده اتكلمنا عن الدعم النفسي، ودايما الدعم النفسي مهم جدا في حياتنا. محتاجين طاقه ايجابيه، محتاجين زي ما قلت لكم الكلمات الحلوه عشان نفضل حلوين قدام ونديكم حاجات حلوه وفي حدود الوطن. أشكركم وأشوفكم الأسبوع القادم.